بشراك يا دنيا فتيجي وافقاري في مولد الهادي البشير المنذري. بشراك فالأمان مشرقة السنا والكون يزهو بالسراج الأنوار. الظلم آذن بالرحيل فلن ترى من ظالم باغ ولا متجبر. قبس 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 من الرحمن شاضئه والصبح لولا نورك نور محمد لم يسفر. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك 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 عليه. النبي ذاك الإمام، اللهم صل عليه. النبي خير الأنام، اللهم صل عليه. النبي ذاك الإمام، اللهم صل عليه. النبي خير الأنام، اللهم صل عليه. النبي بدر التمام، اللهم صل عليه. نوره يسر وسلام، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي يا حاضرين، اللهم صل عليه. أعلم علم اليقين، اللهم صل عليه. النبي يا حاضرين، اللهم صل عليه. أعلم علم اليقين، اللهم صل عليه. أن رب العالمين، اللهم صل عليه. أوجب الصلاة عليه، اللهم صل وسلم وبارك 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 عليه. النبي جد الحسن، اللهم صل عليه. النبي جد الحسين، اللهم صل عليه. وهو قرة كل عين، اللهم صل عليه. فاز من صلى عليه، اللهم صل وسلم وبارك 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 عليه. اهلا وسهلا، اهلا بيكم وكل عام وانتم بخير. اهلا بيك، منورنا. ربنا يخليك يا رب. كل سنه وحضرتك طيب، وحضرتك طيب، وسي بي سي كلها بخير، والتلفزيون المصري كله بخير يا رب، والمصريين كلهم بخير. انتم مشرفينا النهارده استاذ صلاح عبد الحميد، انت مؤسس هذه الفرقه. ممكن اول تعرفنا على الاصدقاء؟ من اليمين بقى، تمام، الاستاذ خالد شفيق على القانون. اهلا وسهلا، منورنا. وليد، اهلا وسهلا. عود، كرم، ايقاع، عباس، بس هو ده في البطاقه، هو في الحقيقه في العادي خالد على ايقاع. خالد ايقاع، عباس ملوش دعوه بحاجه. ايوه بالظبط. محمد منشد، عيد ابو المجد منشد، اشرف منشد. اهلا وسهلا.
كان الاول الفرقه اسمها فرقه صلاح عبد الحميد للانشاد. ايوه. غيرتها ليه؟ هو انا يعني الانا في حد ذاته بيبقى وحش شويه يعني التخاف اني صلاح عبد الحميد ممكن الناس تكرهني زي عيد كده ممكن يكرهني مثلا كلهم سولستات وهتسمعوا النهارده بيغني كويس جدا بيغنوا كلهم كويس فيقول لك خد الاسم لوحده وضيع الفرقه كله. هو بصراحه هي جت من اداره المسلسل كان الاستاذ هشام نزيه كل سنه وهو طيب طبعا مسلسل السبع وصايا اللي هو كان فتحه خير اخرى بالظبط كده نعم المسلسل كده هي جت من الطريقه دي كان الاستاذ هشام نسيه بسرعه بسرعه قول لي الاسماء ايه ويلا بسرعه فانا ما كانش حاضرني اي اسم ولا اي حاجه غير اني اقول له اسماء الناس بس طب خلاص اوكي فوجئت بقى بيوم المسلسل فرقه صلاح عبد الحميد الانشادي الدين والصوف قلت لا ده كده ده ايه فتحت لي باب القدر والحمد لله مشيت كده قلت لا بعد كده ان شاء الله الفراديس كانت وشها حلو عليا التتر باسمه الفراديس محي الدين ابن عربي وقلت لا نخليها الفراديس معناها ايه الفراديس؟ جامع فردوس؟ جامع فردوس الجنة جنان هو وعلى فكره ده مسمى اسم باب في سوريا تقريبا على ما انا قريت يعني لمحي الدين ابن عربي هو كان قاعد زي باب زويله كده عندنا اسمه باب الفراديس فعشان كده قال الكام بيت اللي هم في التتر فيهم الفراديس اللي هم بيقولوا اللي هو بيقول فلله قوم في الفراديس مذ أبت قلوبهم أن تسكن الجو والسماء ففي العجل السر الذي صدعت له رعوض اللظى في السفلي من ظاهر العجل إلى آخره يعني. كلمات صعبة قوي جدا يعني من ألف سنة من ألف سنة وإنها تتغنى صعب جدا والأستاذ هشام نزيه كانت أول تجربة لي في الألحان هو أستاذ موسيقى تصويرية أيوه فلما شافوني وعملت الشغل اللي في قلب المسلسل اللي هو الشغل الصوفي بقى والديني بتاع الحضارات ده قال لا ده انا كده هتشجع باني اعمل شغل على ايه؟ على حس صلاح فبقى صلاح 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 حتى الاستاذ خالد مرعي المخرج والاستاذ امين محمد امين راضي هم كلهم اقتنعوا بيا تماما لانه جابوا اكتر من فرقه ما نفعتش في انتوا المجموعه دي اللي كانت معاك لا ده احنا 26 احنا 20 فرد واكتر من 20 فرد بس ده صوره مصغره من الفرقه طيب خلينا نفكر الناس ونرجعهم للفراديس نرجعهم وبعدين للفراديس. حوارنا ممتد وغنانا ممتد نقول جزء منه اتفضلوا فلله قوم في الفراديس مذ أبت قلوبهم أن تسكن الجو والسماء ففي العجل السر الذي صدعت له رعود اللظى في السفل من ظهير العجل وأبرق برق في نواحيه ساطع يجلله من باطن الرجل في الشوى فلله قوم في الفراديس مذ أبت قلوبهم أن تسكن الجو والسماء ففي العجل السر الذي صدعت له رعود اللظى في السفل من ظهير العجل وأبرق برق في نواحيه ساطع يجلله من باطن الرجل في الشوى الله 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 فما العلم إلا في الخلاف وسره الله ومن نور إلا في مخالفة النجاة فما العلم إلا في الخلاف وسره ومن نور إلا في مخالفة النجاة فلله قوم في الفراديس متأبت قلوبهم أن تسكن الجو والسماء ففي العجل السر الذي صدعت له رعود اللظى في السفل من ظهير العجل وأبرق برق في نواحيه ساطع يجلله من باطن الرجل في الشوى الله 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 الله